عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا ربي دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا متنساش نعمل لايك نشترك في القناة قبل ده كله. صلى على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهاردة بيتكلم عن سمارة وحفيظة وسؤال الناس لحفيظة لما فتحت فقرة الأسئلة، هل في خلاف ما بينك وبين سمارة؟ وحقيقة الأمر هي قالت اه في خلاف، وده اللي خض ناس كتير، وبعد كده رجعت قالت لا مش خلافي، احنا بينا يعني كل طيبة وكل حنان وكل حاجة كويسة، ربنا يديم العلاقة والصداقة ما بينهم يا رب العالمين، وما بين اي اتنين يديم بينهم علاقة الصداقة والوفاء بإذن الله تعالى. وكمان صرحت ان المهرجان ان شاء الله هيقام يوم 13 اكتوبر، وبإذن الله يكون مهرجان ناجح، ونتمنى التوفيق للجميع يا رب العالمين. وكمان من ناحية تانية سمارة بدأت جلسة الراحة بالنسبة لها وقالت دلوقتي ريلاكس تايم. سمارة كتبت عبارة النهاردة، انا عايزة طبعا اشوف حضراتكم معاها ولا ضدها، انه دايما ما تهربش من الحاجة اللي بتقلمك، بل خليها تقلمك يعني توجع منها لحد ما الالم ده يشفى واحدة واحدة، لكن ما تهربش منه لانه هيفضل طول العمر وجعك، لكن اتوجع وسيبه بعد كده يتداوى مع الايام علشان تخف منه. يعني زي ما سابت كده دور برد، جالك فيروس واتعالجت منه واتشفيت وراح خلاص لحاله، ما تهربش منه وتقول انا مش عايز عليا، لا خد العيا وخلص نفسك وقوم كده زي الفل بعد كده. هل انتوا مع ده ولا ضد ده؟ هل انتوا لو اتجرحتوا في حياتكم او حصل اي مشكلة بتتألموا منها وتاخدوا وقتكم الطبيعي العادي ان المفروض تزعلوا بعد كده بتفوقوا منه وتتعافوا منه، ولا بتهربوا منه ويفضل الألم ده موجود كل ما تيجي سيرته؟ وفعلي انه كل دكاترة النفسيين حقيقة بيقولوا ان المفروض انت لما يجيلك اي لحظة اكتئاب في حياتك او اي فترة تمر بيها باكتئاب، المفروض ان انت تسلم لده فعلا وتاخد وقتك لحد ما تشفى واحدة واحدة. يعني الكلام ده فعلا علميا مظبوط جدا 100%. يعني شيرت مقطع انه المفروض ان الست او المرأة يكون ليها قوة مالية لوحدها، وده فعلا يعني مع حق فيه برضو لانه الكلام ده مظبوط. هل انتوا كمان تؤيدوا ده او لا؟ ولكن ده مش معناه عدم وجود اي شخص او ان انت تلجأ لاي شخص، ولكن لازم يكون عندك قوتك المالية اللي انت بتعتمد عليها علشان بالفعل ما تتحوكش لحد. ربنا يهدينا جميعا يا رب ويصلح لنا احوالنا اللهم امين، ونشوف مهرجان جميل باذن الله تعالى، وربنا يوفقنا جميعا يا رب العالمين، ويبعد عنا الناس اللي نفوسها خبيثة لان دول موجودين كتير جدا، ربنا يبعدهم عننا يا رب. وياريت يسمعوا الكلام ده ويعرفوا ان هو موجه ليهم. اشوف حضراتكم على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم.